واذكر في كل صباح لون عصافير الحب وغني للفقراء وللسجناء نشيد الحرية واقرأ إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إذ يتفطر قلبك من بتر الأشياء المجنونة حين تصير بقيمة نفسك خبرا في قلب جريدة يا رجلا من آخر زمن الفرسان أضاعوك بسوق الخصيان وسموك شهيدا يا رجلا يحمل مفتاح الجنة كل صباح لحبيبته ويعود مساء لجهنمه وحدك تعلم أن جهنم لك وحدك يا وحدك صديقا وصديقا واذكر كم صلبوا فيك جرائمهم ورموك بزندقة الفكرة أنت تقاتل عنهم وتخوض معاركهم عنهم حشروك بزاوية الضيق وحيدا يا وحدك شيخا ومريدا أنت الضوء الطالع في عتمتهم سيقولون بوجهك ما يرضيك وفي ظهرك خنجرهم ما أقصى خنجر من تحسبهم أحرارا وتراهم في المرآة عبيدا هذا الباب سيعرف وجهته بعد قليل ويعود إليك كما شباك العودة يفعل حين تراوده دالية البيت بريدا هذا الباب الفاتح صدر عباءته للصوص الصورة للذكرى لتفاصيل صغيرة لا يكتبها شعراء التفعيلة أو قصاص الكلمات على دفتر طائرة مهجورة هذا الباب الباب العالي أنت هذا الباب الباب العالي أنت ولا درج إليك ولا سقف يظلل شمسك أرضك يابسة وسماواتك مكسورة يا أنت أنا وأنا أنت أسميك بأسماء الحسنى شريانا إن شئت وإن شئت وريدا يا وحدك صديقا وصديقا الله 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 مساء الخير حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي تنفيس مع أبو وطن في هذه الحلقة أستضيف قامة أدبية كبيرة لعل اللقاء يكون لقاء غير عادي لأنني ألتقي مع صديق قريب جدا ولعلي كنت أقول عنه قبل اللقاء هو صديق الروح وشقيق الروح لذا سيكون اللقاء صعبا ألتقي مع شاعر فحل ومع قاص فحل أيضا ألتقي مع رئيس رابطة الكتاب الأردنيين المحامي أكرم الزعبي مساء الخير مساء النور يعني أنا مش عارف كيف أبلش ترى لا بلش عادي خذ راحتك وشكرا على هذه المقدمة الجميلة وإذا كنت أنت أو إذا كنت أنا شقيق الروح بالنسبة لك فأنت صنو الروح بالنسبة لي فخذ راحتك بالكلام وأعتقد أنه لا اللقاء سيكون دافئ كما لقاءاتنا التي غابت عن بسمان ناش لقاء دافئ لقاء دافئ لما أقعد إياك مع بعض بس أنا بدي لقاء للناس وللجماهير وللناس يرجعونه بعد 50 سنة نفس الإشي قعدتنا على الطاولة في بسمان أعتقد مش راح تختلف كثير عن قعدتنا هون يعني نفس الأشياء بسمان مقهى طبعا مقهى طبعا مقهى بسمان هذا المقهى الجميل الذي فقدنا في كورونا من وين حاب أبلش معك؟ بلش من وين ما بدك بما شئت بالشعر بالقصة بحياتي بالرابطة اللي بدك إياه طيب أنت جاي ومحضر حالك لأشياء حاب تحكيها؟ لا أبداً أبداً ما تقول يا رب كامل ما يحلي تعودت لا لا خذ راحتك واسأل ما بدالك بكل أريحيتك وعفويتك طيب معناته السؤال الأول بدي أقول لك عرف الناس فيك أنا بعرفك تماما بس عرف من هو أكرم الزعبي غير كلمة مواطن أردني هاي كل ما أقول لا 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 بقولش مواطن أردني يعني طيب مواطن أردني تحصيل حاصل طيب يعني شوف الإنسان بحق نفسه دائما ضعيف ويترك للآخرين مهمة التعريف فيه لكن باختصرها بكلمة إنسان أبحث عن الحق والحقيقة وأسعى جهدي لأن أكون بوجه واحد فقط ما استطعت إلى ذلك سبيلا طبعا بقول يعني أنا بحاول أكون بوجه واحد يعني نعم. هل معنى ذلك أنك تنزاح إلى وجوه أخرى أحيانا؟ يعني بعد هذا العمر اللي اكتشفته أنه معظم الناس تنزاح إلى عدة وجوه دون أن تعي
دون أن تدرك أنها تتلبس أكثر من وجه. أنا أحاول أن أكون متصالحا مع ذاتي مع نفسي بوجه واحد، كلامي واحد في السر وفي العلن، صورتي واحدة في السر والعلن، أبذل كل جهدي واستطاعتي للوصول إلى هذه المرحلة. استطعت إلى حد ما أني أوصل لهذه المرحلة، لكن بالنهاية إحنا بشر مش ملائكة، لابد ما يظهر في جواتك شيء مهما حاولت أنك تسعى للكمال لا يمكن تصله، صعب الوصول للكمال. طيب ما معنى أن تكون أنت الآن رئيسا لرابط الكتاب الأردني؟ ما معنى ذلك يعني؟ معناه كبير، معناه أنك تشيل مسؤولية، معناه أنك تتعب، معناه أنك تسهر ليل، معناه أنك تقاتل يوميا من أجل تحقيق شيء للثقافة للمثقفين باعتبار الرابطة هي الواجهة الأولى، وإذا شئت أن نسمي المسألة بالممثل الشرعي والوحيد للمثقفين الأردنيين سواء في الأردن أو في خارج الأردن. هذا حمل مسؤولية. خلينا نوقف عند كلمة الممثل الشرعي الوحيد. هناك مئات المنتديات. صحيح. وهناك مئات المزاحمين والمنافسين. صحيح. أليس يعني أنانية من رئيس رابطة كتاب أردني أن يقول أنا ممثل الشرعي والوحيد؟ طب في كتاب وشعراء آخرين في منتديات أخرى. أول شيء أنا ما قلتش أنا الممثل الشرعي والوحيد، قلت الرابطة. الرابطة. مش الذي قال ذلك؟ القانون لا يقول أنك أنت ممثل الشرعي. ما بقولش، لا هو بقول هذه المسألة. الرابطة الآن عندما تضم أهم وأبرز الأسماء الإبداعية والقامات الإبداعية في هذا الوطن فهي رقم واحد بتكون. هذا أولا. ثانيا، الرابطة هي عضو مؤسس في الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، وهذا بعطيها شرعية أخرى. الرابطة عضو مؤسس في اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. الرابطة تساهم في كل المؤتمرات والمنتديات الثقافية، فهذا هو بجعلها هي الممثل الشرعي والوحيد، لأنه كل الأسماء والقامات الشعرية والقصصية والإبداعية والفكرية والترجمة كلهم ينضون تحت هذه الرابطة، وتفتخر الرابطة بأنها تضم أسماء كبيرة جدا حصلوا على جوائز محلية وعربية وبعضهم عالمية كمان. وأنت عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، وأعتقد بس ما حصلتش على جوائز. وأعتقد أنه يعني لو عرضت عليك عضوية السبعمائة منتدى اللي في الأردن لن تستبدلها. يعني هسه هذه قصة أخرى ماشي. بس أنا كمان بدي أسألك سؤال بطريقة أخرى. هل تعترف الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة بأن رابطة الكتاب الأردنيين هي الممثل الشرعي والوحيد؟ تعترف. تعرف كيف؟ وين؟ لا هسه مسألة الاعتراف شيء والتعامل شيء آخر. طيب. الآن تعترف؟ نعم تعترف. بالغرف المغلقة يقولون لك ذلك؟ بقولوا هذا الشيء. بيقولوا. وهي حقيقة هي الممثل الشرعي وبيعرفوا أنها الممثل الشرعي والوحيد، لكن في التعامل هذه مسألة أخرى. يعني الرابطة لها تاريخ طويل من سنة 1974، دخلت أحيانا في بعض مراحلها دخلت في صدمات مع الدولة، في بعض المراحل الأخرى كانت على يعني على الحيادية ما بينها وبين الدولة، لكن بالنتيجة الرابطة مؤسسة وطنية أردنية، وعلى الدولة الأردنية أن تلتفت حقيقة للثقافة والمثقفين ولرابطة الكتاب الأردنيين، لأنها تمثل الوجه الحضاري والدولة الأردنية تعلم ذلك. إذا كان هناك اهتمام بالثقافة ورفع سوية الثقافة، رابطة الكتاب هي أولا، لأن كل الأسماء الإبداعية. خلاص جوابك؟ مش بس هذا جوابي. يعني لو بدك تيجي أنت على مهرجان جرش مثلا المجال الثقافي، كنا نحكي فيه في محور رحلة. أنا بدي أعطيه على سبيل المثال. الآن الرابطة لها الدور الأبرز في هذا المهرجان. ليش؟ إذا بتغيب الرابطة البرنامج الثقافي بنتهي بالمهرجان. مش بدي أقول بخرب، لأنه أنت بتحكي هذه الأسماء عفوا هذه الأسماء والقامات الشعرية والقصصية والروائية كلهم أعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين، وبالتالي الرابطة تشرف على هذا البرنامج، تشرف عليه باعتبارها تمثل رمزية حقيقية للكتاب والمثقفين الأردنيين. طيب بدي أسألك، هل المثقف الأردني اللي أنت بتعرفه ومرتبط معه ومتشابك معه وتعمل عشانه وتعمل إله على سوية ثقافية عالية، أما انتهى عصر المثقفين الكبار؟ لا، هو بقدرش نقول أنه انتهى عصر المثقفين الكبار، ما زال المثقف الحقيقي يفرض نفسه أينما كان، لكن يعني حاليا في ظل الثورة الاتصالاتية ووجود مواقع التواصل الاجتماعي يعني إلى حد ما تراجعت الذائقة قليلا، وإلى حد ما أصبح هنالك شعراء فيسبوك، وأصبح هنالك قاصين أو قصاص
فيسبوك، وهذا يعني أثر على المشهد الثقافي، بالإضافة لوجود هيئات ثقافية زي ما تفضلت، وجود عدد كبير جدا من الهيئات الثقافية، كل واحد يغرد على ليلة، أفقد المشهد الثقافي بريقه. إحنا في رابطة كتاب الأردنيين نحاول الآن العمل على إزالة، إذا جاز التسمية، بعض الغبر عن هذا المشهد، نحاول نرجع الأمور لصورتها الحقيقية. لكن لنعترف ابتداءا، غياب النقد هو ما أدى إلى هذه الحالة. غياب النقد للأسف، النقد السائد في هذا الوقت هو نقد المجاملات على مبدأ حكلي بحكلك، اكتب عني بكتب عنك، خذ اقرأ لي صديقي كامل انصراط، صديقي بحبني بزبطه بكتب عنه أنا فقرة، بروحي بيكتب عني مقالة والمقالات كلها جاهزة، وبيكتب يعني جريدة مدح وتنشر في سواء مواقع إلكترونية أو غيرها، مع أنه الأصل أنه مش هيك النقد. النقد عملية تصويب وتصحيح، وصح إبراز الجماليات والفنيات، لكن كمان وظيفة النقد أن يؤشر إلى العيوب. وظيفة النقد أنه لو واحد بيكتب على الفيسبوك شوية ناس ما بيعرفوا بالأدب ولا باللغة، طيب كبروه. أنت تتهم، وهذا باتهام يعني مشروع والكل يتكلم فيه، مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أبرزت وجوه أدبية قد لا تستحق، لكن أيضا يقولون بأن رابطة الكتاب أعطت شرعية لأسماء كثيرة ممن لا يستحقون الشرعية، جعلت أسماء أدبية تبرز للساحة ممن لا يستحقون أن يكونوا لا أدباء ولا شعراء ولا قصاصين ولا 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 ولا، وهي هم فاردين حالهم على الساحة ومغطيين على الآخرين المبدعين الحقيقيين. تمام. شوف يعني الهيئة الإدارية احنا جينا لها تقريبا من سنة بنحاول أنه نعمل عملية تصحيح للإرث الثقيل اللي وصلنا سابقا. بدأنا بموضوع العضوية، هنالك تشديد الآن على موضوع العضوية، الآن أصبح هنالك اشتراط أيضا جديد أن يجتاز أو أن يحصل المتقدم لعضوية الرابطة على شهادة من مجمع اللغة العربية تفيد باجتياز الامتحان اللغة العربية. طبعا هذا الامتحان أساسيات اللغة العربية اللي بنحكي فيها، يعني التي تدرس طلاب الصف الثامن والتاسع، لغايات التمييز بين الضاد والضاء. يعني لا يعقل أنه يكون في عندك عضو برابطة الكتاب الأردنيين ويكتب لك غيظ من فيض، يكتب لك إياها بعصا، بينما هي غيظ من فيض. لا يعقل أنك تقرأ لواحد يكتب لك الضابط بحرف الضاء. هذه إشكالية، أو أحيانا تجد يعني وصلت إلى حد الخربطة بكلمة إلا أصبحت تكتب بطريقة إلى، فهذه يعني بنحاول نسعى انه نصححها. ثانيا، الرابطه لا تشهر اسماء، هذه اسماء هي بتفرض حالها بالاساس، وصلت الى الرابطه وقد تكون بعضها استغل هذا الاسم، لكن مهمه الرابطه ان تبرز الوجوه الحقيقيه والوجوه الابداعيه. اشكاليتنا الاساسيه انه يعني في هيئات ثقافيه يعني البروباغندا عندها عاليه، وهي اللي بتغطي على المشهد. وللأسف المبدع الحقيقي حقيقة، وأنت تعي ذلك تماما، أن المبدع الحقيقي لما عندما يرى كل هذا الخراب ينأى بنفسه إلى الخلف، هو لا يستطيع أن يحضر جمهور ليسمع له، مش متعود على هيك، هذه مش وظيفته، مش على استعداد أنه يعني يعمل مقابلات ولا يحكي مع الناس أنه صوروني وشوفوني وانشروا معي. الحقيقي ما بيكتب هيك ولا بيعمل هيك ولا بيتصرف بهذا التصرف. لو أخذ استراحة شعرية، استراحة شعرية نأخذ. في الكينونة نار حيث أكون، في النار امرأة تحمل حطب العمر على كتفيها، أتبع خلخالة نهودها، يتبعني سرب عصافير ظن بأن الموت موسيقى. في الكينونة جسد يعبر كالسهم إلى جسدي، لا يتركني في جسدي سبع وصايا، ونبي يكتب في لوح القلب أحبك. في جسدي سبع ثقوب تزفرني موتا لا تشبع، في جسدي
جسد يغتصب هدوء الوحدة، والوحدة ظلي في الظل أنا، وأنا نار الكينونة في النار امرأة، يتفجر جمري في دمها أرقص ترقص. يا نار الله على جسدي من يرقص تحت سكاكيني، من يحثو ألم الطرقات، ومن غيري يعرف ما يسرق غيري حين يصير لغيري أن يأخذ شكلي في العتمة. الله الله الله، ما أجملك. طيب الآن بدنا نحكي عن أكرم الشاعر والقاص، أين تجد نفسك أكثر، في الشعر أم في القصة؟ يعني حاليا أكتب الشعر أكثر، ولكني أجد نفسي في القصة أكثر رغم أني مقل في كتابة القصة. بدأت قاصا وتحن إلى القصة كثيرا. لكن القصة متعبة بالنسبة لي. يعني شخصيا أنا لا أعتبر القصة مجرد حكاية، الحكاية شيء والقصة شيء. الحكاية سرد تثرف، فلان راح وإجا وصار معه هيك وصار معه هيك، القصة لعالم آخر. قصة فيها مشبعة برسالة، مشبعة قد تكون أحيانا بفانتازيا، مشبعة بعبارات مختلفة. طيب خليني أخش على أكرم الذي أعرفه تماما، تقريبا شبه يومي موجود في عمان، بيجي من قرية، على قرية أردنية على الحدود السورية اسمها خرجة، يرفض أن يستقر في عمان رغم أن غالبية وقتك متواجد في عمان. لماذا يعني كل هذا الهوى في القرية وتدفع هذا الثمن الباهظ لمشاويرك رايح جاي؟ ما هذا السر؟ ما هذه المفارقات؟ لا يعني يمكن شغلي منقسم ما بين عمان وإربد، وبالتالي أنا الآن مثل السندباد، يعني ما بين هنا وهناك، نص الأسبوع هون ونصه بإربد، غالبية الأسبوع هون نهاية الأسبوع بإربد. المسألة متعلقة، صحيح أنا يعني خرجة عشق بالنسبة إلي، لكن الحياة تتطلب منك أنك تسعى وتبذل جهدك، وبعدين المسافة مش بعيدة، يعني قد تكون ساعة ساعة ونص بالكثير بتكون هون. فأنا بالنسبة لي عن شبه يومي يعني، حتى ولو يعني أنا بدي أحكي لك مسألة، أحيانا في أزمات عمان أنت لو بدك توصل من هون لأقرب مكان بعمان بدك توصله بدك ساعتين بالأزمات، أنا بكون واصل بيتي. فالمسافات يعني مش الحكاية حكاية أنك متمسك أن تبقى في القرية، لا لا، هذه مش يمكن سابقا كانت هاي المسألة، الآن لا، الآن مش مسألة التمسك بوجودي بالقرية، لكن يعني القرية بالنهاية فيها أهلي، فيها أبوي، فيها أمي، اللي يعني من الصعب أني أنقطع عنهم أكثر من 4 أيام أو 5 أيام. هل مثقف ما زال يعني كيف يقولوها علاقته مع المكان؟ يقولوا أنه يقدس المكان ودائما له علاقة طقوسية، يعني يصنع طقوسه في المكان. الآن في ثورة الاتصالات هاي المسائل شبه تكسرت، صحيح، وأصبحت عندما تذهب إلى أي قرية وأي مكان كل الأمكنة تتشابه، صحيح. السوبر ماركت الكبير موجود في القرية وموجود في عمان، صحيح. قبل لا الدكانة في القرية سوبر ماركت في، صحيح. هل تجد اختلافا ما بين القرية وما بين عمان عندما تتنقل في الشوارع الاقتصادية؟ أبدا 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 أبدا، كوبي بيست كوبي بيست. يعني بدك تأخذ الطرفة، أحد أصدقائي المحامين إعلان على الفيسبوك لبدلات، فبيسألني بقول لي أكرم هذا محل بإربد شوفه يعني، قلت له إن شاء الله تعالى ما في مشكلة. يعني بعد شهر صح لي أروح على هذا المكان، فبعثت له صورت له الجاكيت اللي كان سائل عنها، فقلت له الجاكيت اللي انت سألت عنها ثمنها 125 دينار، أسعار بدلات من 125 إلى 200 دينار، القميص السادة 20، القميص المخطط 25، الحزام 20 دينار، الحذاء 65 دينار. بعدين كتبت له تحت هذا في إربد مش بعبدون ولا بدير غبار. فبعث لي يعني حتى ملصق وكاد انها خربانة. فاللي كنت تشوفه الآن يعني في عبدون وفي دير غبار، واللي بتشوفه في بالصيفية كأسعار أصبحت تلقى أصبح متوفر الآن في إربد. طيب الآن سؤال شخصي آخر، عندما أصبحت رئيسا لرابط الكتاب الأردنيين، توقيع كل البيانات وكل القرارات المحامي أكرم الزعبي رئيس رابط، الإصرار على وضع كلمة المحامي، عارفين إنك محامي،
الأديب عادة يوقع باسمه العادي. وأنا سمعتها من كثيرين، يعني ما في داعي أكرم يحط كلمة المحامي قدام اسمه لأنه هي رابط كتاب. تمام. الدكتور يجب أن يتخلى عن كلمة دكتور، المهندس عن كلمة مهندس، لأنه الأدب هو الأسمى هنا. وهو لماذا الإصرار على وضع كلمة المحامي أمام اسمك في توقيعاتك على قرارات الرابطة؟ لأنه من 1-6-99 أنا محامي، وهذه الصفة بتلازمني في كل مكان أنا بروح عليه، في أي مكان بروح عليه. هذه يعني هي مهنة ولكنها صفة بتصير شخصية. بالنتيجة الدكتور بيكتب الدكتور، المهندس بيكتب المهندس، المحامي بيكتب المحامي. بس هل تتوافق مع الأدب؟ ما لها علاقة هذه. أنت لما بتحكي أنا ما بقدمش حالي كشاعر، يعني في بعض كان يقول لي يكتب لما تكتب يا أخي بلاش تكتب المحامي، يكتب الشاعر أكرم الزعبي. أنا ما بصير أطلق على حالي لقب شاعر ولا لقب قاص ولا لقب أديب. هذه مصطلحات كبيرة جدا، أنا أقف قاصرا أمامها هذه المصطلحات. أما محامي لا، أنا محامي. أسمع تفسير آخر يقول لك الاتهام. تمام. يقولوا لأنه أكرم بيقول المحامي عشان يقول لهم ما حد يقرب علي، أنا فاهم شغلي كويس وأحاربكم بالقانون مثلا. لا، هذه مشكلة في رأس من يقول ذلك. يعني هو أنا بالنهاية محامي الكارنيه تاعي. محامي، أينما أذهب أقدم نفسي على أني محامي. لما بدي أفوت على أي مكان عرفنا على حالك بقول المحامي أكرم الزعبي، بقول الشاعر أكرم الزعبي. ومن حقي أني أستخدم لقبي كمحامي في الشغل في كل مكان، مش في الرابطة. لا في كل مكان، ضعني في أي مكان، حتى النائب في مجلس النواب النائب المحامي هذه صفة تبقى معه وين ما كان. صفة المحامي تبقى معه أينما حل وارتحل، ما بتروح. يعني أنت بتلقى النائب المحامي فلان الفلاني، النائب المحامي فلان الفلاني، أو هذه صفة تبقى معه. وبالتالي أنا بحب مهنتي. أما أنه أستخدمها كلمة حتى يقول الأخير الآخرين أنه هو بيشتغل بالقانون، ما أنا بشتغل بالقانون والكل بيعرف أنه أنا محامي يعني. لكن هذه مسألة بالنسبة لي صفة ملتصقة في أينما ذهبت، سواء في أمسيات شعرية أو في حياتي الخاصة أو في أي مكان أو بأي أينما ذهبت. وأنت بتعرف هاي المسألة، المحامي يعني هو محامي حتى في أثناء نومه. حتى في أثناء نومه لأنه أنت أحيانا ممكن تصير تحلم بمرافعات وقضايا. المحامي عادي بيجيك الساعة 12 بالليل أحدهم بيبعث لك ولا برن عليك بيقول لك شو صار بالقضية. طب يعني أنا بآخر الأسبوع أنا محامي ولا مش محامي؟ لا محامي. طيب المحامي تحملني بس بآخر مسألة. المحامي هذا سلوك أينما كان. هل تعلم أنه لا يسمح للمحامي بالدخول إلى نقابة المحامين بدون ما يكون لابس اللباس الرسمي؟ بس مش الرابط الكتاب الأردني، هذا الخلاف. هذا مش إشكالية. يا صديقي المحامي، بدنا مقطع شعري عشان نطلع فاصل. مقطع؟ انتصفت الحلقة ترى راحت ركض يعني. مقطع؟ يعني مقطع دقيقة هيك. هذه القصيدة اللي بحبها، وأعتقد أنك أنت كمان بتحب مقطع فيها. أيها المسكون بالمنفى ونايات الشجن. الله 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 الله، اختيار جميل. أيها المسكون بالمنفى ونايات الشجن، صار للحزن وطن فاختصر. إن شئت ميراث الطفولة واقتل الأرض العجوز، هيئ الرؤيا لمعراج السكن، صار للحزن وطن. يا أبي أبعد حقولك عن مدى قلبي وسلمني الوصايا. يا أبي يا سر جدي، حين طوقه التراب أضئ نهارك في عيوني بالحكايا. جائعا آتيتني خبزا يتيما، قلت لا تأكل سنينك واقتصد في حنطة العمر السنابل فارغة، قلت واقرأ سورة الريح على جرح الزمن. صار للحزن وطن. الله، صار للحزن وطن. وصار وقت أن نطلع فاصل ونرجع لكم لنواصل مع المحامي الشاعر والقاص أكرم الزعبي رئيس رابطة الكتاب الأردني. فاصل وراجعين. بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل.
إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعداداً للهبوط. وشكراً. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل مع شاعرنا وقاصنا رئيس صابط الكتاب الأردنيين المحامي أكرم الزعبي. مر الجزء الأول سريعا عشان هيك ما ظلش معنا جزء أقل من 20 دقيقة لتكتمل هذه الحلقة، وفي يعني ملفات كثيرة سنحاول أن نفتح منها القدر الذي نستطيع. بدنا نرجع مهرجان جرش. تمام. هل هناك إنصاف حقيقي للمثقف الأردني في مهرجان جرش؟ كل مرة تعلو الأصوات بأنه لا، يجب معاملة المثقف والأديب والشاعر والقاص مش بهذه الطريقة. يعتبرون معاملة مهرجان جرش المثقف الأردني هو من قبيل ذر الرماد في العيون ولا يأخذ حقه الطبيعي. ماذا يقول رئيس رابطة الكتاب الأردني في هذا المجال؟ يعني حقيقة حتى أكون منصفا، يبدو أن الإشكالية كانت في الإدارات السابقة للرابطة. أنا تحدثت مع مدير عام المهرجان المدير التنفيذي الأستاذ أيمن سماوي، وبحكي لك إياها هيك مباشرة، يعني شكيت له أنه بالعادة كشعراء 15 إلى 20 شاعر وتخلقوا حالة إشكالية في الرابطة لأنه عدد الشعراء كبير في الرابطة، فبقول لا، إحنا أعطينا أكثر من 40، الشطب كان يجي من الرابطة وهذه المحاضر موجودة عندي. قلت له يعني إذا تم الإعلان عن مهرجان جرش هذا العام الرابطة بدها حصتها كاملة. فحكى لي هيك بين قوسين: إيدك وما الطول. قلت له إيدي طويلة. قال لي: إيدك وما الطول. حقيقة للإنصاف الإشكالية يبدو أنها كانت سابقا، يعني في إشكاليات سابقة بهذا المهرجان. إذا سمحت الحالة الوبائية هذا العام وأقيم المهرجان، ستكون حصة الرابطة كبيرة جدا. طيب، حصة الرابطة كبيرة من حيث عدد المشاركين، لكن نأتي على المكافأة المالية. الكل يتكلم عنها، هل يعني يجوز لمهرجان عظيم زي مهرجان جرش أنه يعني يعطي مكافأة يعني لا تمد على مثقف أردني وعلى أديب أردني، يعني مبلغ زهيد مقابل ما يصرف على المهرجان من نفقات أخرى كبيرة؟ أنا مش في مكان إني أدافع فيه عن المهرجان، لكن أعتقد اعتقادي الشخصي إنه البرنامج الفني بيغطي حاله، يعني بيصرف على حاله مدين وقليل، أعتقد أنه بيغطي على حاله. لما يكون في عندك عدد كبير جدا، يعني بدنا نأخذ في عين الاعتبار المسألة مش متعلقة فقط بالمكافآت، أنت في عندك ضيوف بيجوا من دول عربية، هذول الضيوف بدهم إقامة بالفنادق، بدهم تذاكر طيارات، بدهم مصاريف تنقلات داخل الأردن. فأعتقد أنه في حمل على إدارة المهرجان. ولما بتحكي أنت الآن، يعني لما بده يشترك على سبيل مثال 100 عضو من الرابطة غير لما يشترك 50، يعني لو خيرت بين أنه يشارك من أعضاء الرابطة 50 عضو مقابل دوبلة المكافأة ولا يشارك 100، راح أقول لك يشارك 100. هي صارت تنفيع. لا مش تنفيع، لا، أنت بدك تعطي أكبر عدد ممكن من المساحة لأعضاء الهيئة العامة أنهم يشاركوا، لأنه للأسف يعني لما إجينا نراجع السنوات السابقة وجدنا بعض أسماء تكررت بمهرجان 16 17 18 19 ثابتة في كل المهرجانات. طيب يعني مثلا شو ذنب كامل انصيرات ما لا تتاح له الفرصة أن يقف مرة في مهرجان جرش، بينما الآخرين يعني بيوقف 3 مرات و4 مرات، لأنه الأسماء كان يتم اختيارها عشوائيا، وكان يتم اتهام
أنا أتكلم الآن أمام أمام الناس، كان يتم اتهام إدارة المهرجان. أنا واحد من الناس في عدة مرات كنت أقول لا، خلي الرابطة تنسحب من المهرجان وتعمل مؤتمر صحفي. يتم لفلفة الموضوع لما صرت عضو باللجنة العليا لمهرجان جرش وعضو باللجنة الثقافية، ما وجدت أنه في إشكالية. يعني قد تتفاجئ إذا بقول لك 65 إلى 70 شاعر أردني سيشارك هذا العام في مهرجان جرش. طيب ما هو القائم على المهرجان نفسه اللي كان العام الماضي واللي قبله واللي قبله كانوا آخرين. المسألة متعلقة بالقتال عن الرابطة، أنت بدك تقاتل عنها، بدك تدافع عنها، بدك تبرز وجودها. وحتى أكون منصفا، اقترحت في اللجنة العليا أن يتم إنشاء جائزة كبرى باسم جائزة مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأقرت هذه الجائزة، وستكون هذا العام إذا سمحت الحالة الوبائية ستكون عن الرواية الأردنية، وهي مكافأة مالية قد تصل إلى 5,000 دينار، جائزة تكريمية على مجمل الأعمال وليست مسابقة. طيب يعني اقتراحاتي اللي بطلبها وبعرضها على إدارة المهرجان تلقى القبول؟ طب هذه ما هي في صالح المثقف الأردني، بالإضافة إلى أنه قد تكون يعني هنالك جائزة لرابطة الكتاب الأردنيين أيضا مستقلة عن جائزة المهرجان، جائزة الشاعر الراحل جري السماوي للشعر. فالرابطة لا، هي أخذت أنا باعتقادي إذا أقيم المهرجان هذا العام أخذت حقها زي ما بقوله بالفلاحي مربع. طيب ماشي، حتى أقطع من قصة مهرجان جرش، هو سؤال أخير عن مهرجان جرش. ماشي، اقتنعنا مسألة المكافأة والأعداد الكبيرة لماذا لا تتساوى الدعاية للمشارك في مهرجان جرش من الشعراء بالمشارك من النجوم؟ ليش ما بنشوف صور الشعراء وأسمائهم في الشوارع زيهم زي البقية مثلا؟ مش من حق، ما أليس المثقف هو الأكبر قيمة وهو الذي صنع الأغنية أصلا؟ صحيح صحيح. لماذا؟ سمعت هذا السؤال كثير. طيب يعني إن شاء الله المرة هاي راح تكون في دعاية، لكن مش راح تكون بالتأكيد، أنا متأكد فيش صور بالشوارع إنها لا مش فيش صور بالشوارع مش راح تكون بحجم الدعاية الفنية. بس نرجع أخي كامل لمسألة أخرى، يعني لنعترف بأن الثقافة يعني تجارة خسرانة، ما فيش من وراها مردود مالي. بدك تصرف عليها هذا. يعني ما رجعنا لنفس القصة، هسا على الإعلان أنت بتحط إعلان لأغنية أو لمطرب عربي، هسا على الإعلان بيجذب الناس، بيحضروا الناس، بيشتروا تذاكر، بيدفعوا، هذه التذاكر بتغطي مصاريف الفنان، بتغطي الدعايات، بتغطي كل شيء. الشعر شو بيغطي؟ الشعر أنت بتدفع، مش فيش إلك مردود من وراه. يعني هذه إشكالية. وجمهور الشعر يعني أحكي لك مسألة، يعني أنت جيب شعراء عرب، أعتقد يعني لو بدي يوصل ممكن يوصل عدد 100 مثلا لشاعر عربي معروف. بديش أحكي لك الأسماء الكبرى، يعني في أسماء، يعني لا في أسماء، لا مش أسماء الكبرى، بحكيش عن الأسماء الكبرى، يعني نحكي مش الأسماء الكبرى. أنت مش بدك تجيب أمير ولا محمود درويش رحمة الله عليه اللي تقول القاعة تمتلئ. في بعض أسماء إعلامية، بس الأسماء شعراء معروفين بالوسط الثقافي بجودتهم العالية جدا. يعني بتتوقع يكون أكثر من 100 حاضر في هذه القاعة؟ مو قانون الدفاع يمنع. أنا بس أسؤال تخريجة، يعني صار كلها سواحد من جنود جمهور. أحكي لك طرفة. أحكي لك طرفة. سنة 2014 شاركت على مسرح أرتيمس بأمسية شعرية في مهرجان جرش. كنا شاعرين أردنيين وثلاثة شعراء عرب، باستثناء المتواجدين بحكم وظائفهم في المهرجان من مختلف الأماكن، يعني كانوا حوالي 6 أو 7، خلينا نحكي لغاية 10 أشخاص حاضرين بحكم الوظيفة، موظفين بحكم الوظيفة. يعني لا مش موظف، مش موظفين، هو بحكم الوظيفة موجود. تمام. لأول مرة أنا بحكي لأصدقائي، لأول مرة أنا بقرأ للحجارة، وكنت مبسوط جدا أني بقرأ للحجارة. طبعا للحجارة واستمعت ومش أنا يعني وتفاعلت، يعني بلاش أكرم جمهوره، بس كان في شعراء أردنيين شعراء عرب لم يحضر أحد. أنت بتحكي عن 2014 على مسرح أرتيمس، في ذات الوقت كان في المسرح الجنوبي، كانت في حفلة للفنانة نجوى كرم، يعني الناس فوق بعضها. فسوق الفن ماشي، لكن سوق الشعر والثقافة تعيش انت على إخوان المصريين. طيب استراحة مع مقطع شعري، مقطع أم قصيدة اللي بدك إياه اللي بريحك. في 25 لأيار
كان الماء خفيف الظل ندا يتأرجح في أوراق الورد ويعكس لون الشمس على جسد يتفتح في الخلق بهاء. كان حمام البيت يراقص موسيقاه يطير إلى ظل الطفلة يقرأ آيات الفجر يحوطها بسم الله ويتلو ورد سماء. كان رذاذ الأرض يضج بعطر يتسرب من جسد الطفلة. قال خبير رائحة الخلق تنبئ أن الجنة أنثى. قالت زائرة في البيت الجنة ليلى فاختصرت كل الأسماء. في 25 لأيار تصعد ليلى درجات العمر على مهل تسأل فتنتها عن جسد امرأة يسكن في أرض حديقتها. تسأل ليلى عن نار تشعل بالنار أنوثتها. تتبسم فتنتها مكرا وتقول بخبث هذا جسد سيكون قصيدة شاعره يا امرأة مفردة في الوصف ومفردة في الجمع ومفردة لتكون نساء. قالت ليلى في 25 لأيار كنت هناك في قطن الغيم أشاغب أمي أرسم فوق جدار البطن عصافير الحرية أرسم وطنا وفراشات. كان العالم بين يدي وكنت الآمرة الناهية وكنت أغني بالضحكات. زلزال مر على وطني أخرجني لأصير رفيقة نايات. هل كان على هذا العالم أن يستقبلني بالعتمة؟ هل ينقص هذا العالم سيدة أولى سيدة في تلوين الدمع وسيدة للحسرات؟ قال الشاعر في أيار أقصد في 25 لأيار كنت وحيدة أعبث بالكلمات كطفل يتعلم تأتأة اللغة ويبكي من أول تنهيدة. في 25 لأيار أهداني الله امرأة تكفي كي أكتب 1000 قصيدة. الله الله 1000 قصيدة. طيب ناش تكتب الآن 1000 قصيدة، بدنا تكتب سالم، حكاية سالم. سالم سالم اللي عودت الناس عليها في كل رمضان وكل ويتابعونه بشغف ومئات التعليقات ومئات اللايكات وفي هذا رمضان يختفي سالم فجأة بعد أن عودت الناس وهو مشروع ناجح مشروع أدبي ناجح حقيقة. لماذا توقفت عن سالم هذا العام؟ المشاغل والرابطة. يعني الرابطة بتخليك تبطل تكتب؟ لا مش بتخليني أبطل أكتب، يعني أول شيء طبيعة شغلي كمحامي بتطلب مني تفرغ في وقت معين. ثانيا إدارة الرابطة، أنت لما بتكون على هرم الرابطة غير لما بتكون الرجل الثاني أو الثالث أو الرابع أو الآخر. يعني سابقا كنت باجي أحضر اجتماع والسلام عليكم ورحمة الله ما فيش إشكالية، الآن كل صغيري وكبيري. أنت يعني قد تستغرب بإجازة العيد وأنت أحد الناس اللي لما حكيت أنا وياك بإجازة العيد قلت لي طلعني من موضوع الرابطة على الأقل بإجازة العيد. فلا الرابطة شغل شاغل 24 ساعة، الأمور الإدارية والأمور الفنية ومتابعة ملفات الرابطة الكثيرة. يعني إحنا حكينا عن الرابطة بس ما حكيناش عن ملفات الرابطة، ما دخلناش على ملف التأمين الصحي، ملف البعثات أو المنح لأبناء العاملين في الرابطة، ملف المقر، ملف المخصصات. هذه ملفات شائكة في الرابطة ويجوز الناس مش مهتمين في القصص هاي. يجوز أنا ما سألتك عنها ممكن يعني صحيح صحيح بس ما يقول لك شو دخلني عندهم مقر ولا ما عندهم مقر عندهم ما عارف ايش صحيح صحيح بس هذه بس انا بدي احكيك بدي اضيف اضافه لا انا سمعت راي اخر وهو اتهام لك انه انت لم تكتب سالم لانه اكرم الزعبي بعد ان اصبح رئيسا لرابطه الكتاب الاردنيين اصبح شخصا اخر. أيوة. يخاف يحكي في السياسه. أيوة. يخاف يحكي رايه. تراجعت حريته. سالم يحتاج لكميه كبيره من الحريه حتى يقدم نقد لانه سالم شخصيه يعني في النهايه البناء الدرامي لها بناء ناقد فما بده يدخل فيك اشكاليات بده يسلك اموره. لا هذا الكلام مش صحيح لانه حلقات سالم ما زالت موجوده على الفيسبوك مش مخبيه وانا ما بخبي حالي وانا لا ما هو بدي اقول لك مساله يا اخوي كامل. انا سقفي
أعرف تماما كمحامي هذا السقف ما تغيرش علي. لا بيقولوا صار عندك طموح. هذه فالطموح هو اللي لا هسا شوف خلينا في مسألة الطموح. كل إنسان عنده طموح وهذا حق مشروع لكل إنسان ولا يستطيع أحد أن يعيب علي إذا كانت لدي أي طموحات. هذا حقي المشروع أينما كنت سواء في الرابطة أو غير الرابطة. كل إنسان عنده طموحاته. يعني حتى اللي بيوصل 80 سنة احنا عم بتقدمين الناس بلغوا 80 أعضاء بدهم يقدموا الأعضاء في الرابطة. طب هو عنده طموح إنه يكون في عضو في الرابطة وهو في 80 من عمره. هذا حق شخصي. لكن المسألة الثانية سقفي أنا بعرفه. المسألة الأخرى كامل وأنت تعيها تماما إنه الكلمة الآن بطل في انزياح ما بيني كأكرم وما بيني كرئيس رابطة. بمعنى الكلمة اللي بدي أكتبها ستحسب على الرابطة شئت أم أبيت. وهذا الشيء اللي بيخليني أحيانا أتوقف أني ما أبدي رأيي الشخصي حتى ما يحسب أنه هذا رأي رابطة بالنظام الداخلي في رابطة الكتاب الأردنيين. رئيس الرابطة هو الناطق باسم الرابطة صح؟ وأنت أحد الناس اللي تعي تماما وبتعرف وحكيت لي أنه أنت لما بتكتب أنت رئيس رابطة. هذه الضوابط أنا مضطر أحطها لأنه الآن في هذا الوقت ما حد بيميز ما بين رأي شخصي هذا رأي أكرم كشخص وهذا رأي رئيس رابطة. فآه أنا بقول لك أنه عملت لي تقييد. أنا بطلت أخذ حريتي بالفيسبوك مش لأني خايف. لا أنا مش خايف. قلت لك ما فيش. بما أنه أنا نرجع لكلمة المحامي دكتاتورية الرأي العام. هذا شيء. ثانيا عدم الفصل ما بين رأيك الشخصي ورأيك كرابطة. فالآن أنت بدك تحكي لما بتكتب أي شيء أنت ناطق باسم 1100 شخص وبالتالي بدك تكون متوازن بالطرح. أنا قبل رئاسة الرابطة كنت أطلع أنزل أشرق أغرب حر. أنا حر بشخصي تمام. ورغم أني كنت نائب رئيس رابطة وأنا حر. بس لما صرت رئيس رابطة أنت الآن لا أي كلمة تكتبها كتب رئيس الرابطة. شفتوا شو كتب رئيس الرابطة الآن؟ لا هون بدها تتغير المعادلة. ليس خوفا بالنسبة لي سقفي وأنت بتعرفه سقفي لم يتغير. واضح أنا واضح واضح آرائي. وإحنا حتى كرابطة يعني خطنا ونهجنا واضح ومتفقين عليه في الهيئة الإدارية. ما تجاوزناه لأنه في قدامنا خطة عمل في قدامنا مسار إحنا بنعرف شو هو هذا المسار وعارفين لوين بدنا نمشي. هذه المسألة. طيب ماذا أضافت لك رئاسة الرابطة؟ تعب. ماذا فتحت لك من آفاق؟ علاقتك مع المسؤولين؟ صرت تشوف مسؤولين أكثر؟ شفت تلتقي مع ناس أكثر من أصحاب القرار؟ ولا هي يعني مش مختلفة الأمور؟ لا يعني هو حقيقة صرت ألتقي مع ناس أكثر من أصحاب القرار. صحيح هذا الإشي بحكم العمل. أنا بلتقي بمسؤولين وأعرض مشاكل الرابطة كلها. لكن لغاية هذه اللحظة يعني نتأمل. الوعود كثيرة لكن أنه صار شيء منها هو باستثناء أنه رفع تخصيص الآن رفع تخصيص مقر الرابطة الحالي إلى 5 سنوات. الوعود كثيرة والآمال كبيرة ويعني ما زلنا بالانتظار. طيب قبل أن ننهي بالشعر ترى حلقتنا يعني شطبت. حاب تحكي إشي إحنا ما حكينا؟ طبعا رح ننهي بالشعر بس حاب تحكي إشي إحنا ما حكينا؟ طبعا أنا بعرف الملفات كثيرة وطويلة لكن الوقت قصير وفي أشياء الناس مش مهتمة فيها. فأنا بعدت عنها يعني حاولت إن يكون في هيك زي ما بيقولوا خفة في تمام الحوار. تمام يعني بدي أحكي في برضو عن الرابطة. عن الرابطة صح الناس قد لا تكون معنية كثيرا لكن لعل أحد المسؤولين يسمع هذه الحلقة ويعني يحن قلبه شوي على الرابطة. رابطة الكتاب الأردنيين تحتاج إلى الأخذ بيدها. لا يعقل وعدتها أكثر من مرة. أنت قلت أنه أنا من قرية على الحدود السورية. هذه القرية إنجازت التسمية هي على أطراف العاصمة تمام. لكن في ذات التاريخ الذي ولدت فيه رابطة الكتاب الأردنيين ولدت في هذه القرية جمعية اسمها جمعية خرج الخيرية. جمعية خرج الخيرية تمتلك مبناها الخاص اللي قد مبنى الرابطة مرة ونص إذا مش مرتين تمام. وتعمل بمئات الآلاف الدنانير وهي جمعية خيرية تمام. جمعية خيرية
هل يعقل أن تكون رابطة الكتاب الأردنيين تضم 1000 عضو وبعضهم أصحاب معالي وأصحاب سعادة وأصحاب عطوفة ومسؤولين، وبعضهم يعني أكثر من واحد منهم استلم وزارة الثقافة ومناصب أخرى مهمة في الدولة، ولغاية هذه اللحظة تنتقل الرابطة من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، من مكان مستأجر إلى مبنى مخصص لسنوات يحتاج إلى 100,000 دنانير. لا أدري وين المشكلة، هل هي المشكلة في الهيئات الإدارية المتتالية من سنة 1974 التي لم تستطع أن تبني مبنى خاص وملك لرابطة الكتاب الأردنيين، أم أن الدولة مقصرة؟ لكن حتى لو كانت دولة مقصرة أنا لا أعفي الهيئات السابقة. أنا الآن أتمنى على معالي أمين عمان الكبرى من خلال هذه الشاشة أن يخصص لنا في الويبدة 200 متر فقط وأنا كفيل بالبناء. بالبناء. طيب إحنا حلقتنا انتهت، أنا حاب أختم بقصيدة جدي إذا موجودة معك. مع التليفون قصيدة جدي بصير؟ بصير أهم شيء طولها بسرعة بس. المشكلة إذا في صعوبة أنك تطولها خلاص نكتب أي قصيدة أخرى. ثواني. سأبقى على باب جدي أراود قفل الندى بالصباح، وأجلس فوق العريشة وحدي، وأسرق مفتاح سر الخوابي، وأدرج من عتبات الجراح. سأبقى ليعرف كم كان جدي عتيقا، وكم كان أيضا رقيقا، وكم غيرت جبة الخيش فيه الجسد. فقد كان جدي يسافر حينا ويعشق حينا ويكرم حينا ويطفر أحيانا أخرى كثيرة. وقد كان جدي يفك الحروف قليلا قليلا ويشرب شايا ثقيل المزاج، وعند التجلي يسب السياسة وهو يغني، ويلبس سرواله ضاحكا ثم يعقد دكته بالتأني. الله. إلى أين تذهب للحقل يا امرأة فاطمئني؟ إلى أين تذهب للحقل يا امرأة فاطمئني؟ هنالك يدعو السنابل تأتي سراعا، وتجلس بين يديه طواعا، فيقرأ من سورة الناس شيئا، ويعرج للذئب في جب يوسف، يأتيه ذئب ويقسم لم يشرب الذئب من دم يوسف لكن إخوته كالذئاب. ويقرأ جدي من النمل شيئا، من النحل شيئا، ويسجد يمسح جبهته بالتراب، يرى إذ يرى نملة فيقوم يحملها حنطة، ويرى نحلة فيمد لها الغصن في غبطة. كان شيخا جليلا له الصدر في كل بيت، يحب الصغار ويحكي لهم قصة الزير والسندباد. يوم مات بكاه الحمام وهم بأن لا يعود إلى طاقة تحت جسر الحديد كان جدي بناها، وخلى فضاها مشرعا نحو زيتونه كي تفر الزغاليل من ذبحها وتطارح وجه السماء ابتهالا. يوم مات نعته الدروب وجفت خطاه على رملها، غادر الحقل موطنه ثم عاد هزيلا. يوم مات رأيت على وجهه بسمة ما رأيت لها قبل ذاك مثيلة. الله الله الله، يعني أنت كل شيء جميل، لكن هاي من أجمل قصائدك. شكرا. رئيس رابطة الكتاب الأردنيين المحامي أكرم الزعبي، الشاعر والقاص والأديب دائما. أعزائي المشاهدين، باي. الحلقة الجاي اقطع.